بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل امر الري. امر الري لو انا عندي مهم الامر ده مش مسمى. طبعا مهم طبعا. عندي مثلا ريكتانجل عامل كده وعايز اعمل منه كوبيز طولي وعرض، يعني ريكتانجل، يعني ابقى عايز اعمل اكون منه ريكتانجل الري. هنخش جوه قائمة موديفاي او نكتب AR انتر AR array تمام. فين الاوبجكت اللي انت عايز تعمله array؟ اهو في حاجة تانية؟ لا انتر. عندك بقى تلات انواع من الايه؟ من الريكتانجل، من الاري اصلا. في ريكتانجولر، في باث، في بول. باث دي لسه نازلة جديد في النسخة الجديدة. كان الاول في ريكتانجل وبولر بس. ماشي. بس دي جميله جدا وانا استخدمتها على فكره قبل كده. كنت بعمل سلم على تانك بترول وطلعت شكلها جميل جدا، يعني احسن ما كنت متخيل واحسن من الموديل اللي كان موجود في التانك. التانك كان معمول شركه احد الشركات في مجال البترول. بتقول ما بضحش انا اسرار الشركات. ماشي. هو ده التواضع يعني. الله يخليك. فنشتغل على ايه؟ ريكتانجل. تمام. ريكتانجل. بص بقى الريبون دلوقتي هيفتح لك حاجات. ايوه الله. قال لك انت جوه دلوقتي الاري اللي نوعها ايه؟ ريكتانجل. وعامل لك رمز كده ان هي ايه، في منها كولومز الاري دي اللي هي الاسهم. الاري اللي هي اللي هيعمل نسخ، يعني مصفوفه مصفوفه من الاوبجكتس اللي انت عايزها. ماشي. في بقى حاجات جميله كمان موجوده في النسخه الجديده اللي هي الاسهم دي. تمام. طيب انت عندك فوق دلوقتي، بص يا باشمهندس، احنا هنشتغل بقى ايه. الريبون دي جميله قوي، يعني خلي عينك دلوقتي على الريبون. خلاص الحاجات اللي موجوده هنا دي هي هتلاقيها موجوده في الريبون. انت عندك دلوقتي كام كولوم؟ 4. المسافات ما بينهم كام؟ 41 و 1163 من 10000. خلاص. المسافه دي كده بالظبط. طب المسافه دي ايه بالظبط؟ ايه ال 41 دي؟ يعني اللي هي بين ايه وايه؟ المسافه دي يا باشمهندس هي بين نقطه وتكرارها على العمود اللي وراه. يعني فين النقطه دي مثلا؟ خلاص يبقى النقطه بين دي ودي 41 و1 من 10. طب لو دي، يبقى النقطه بين دي ودي 41. مش ديت في مكانها، تكرار مكانها اللي هو بحيث ان الفرق بين النقطتين يدينا الدور هنا بالنقطه وتكرارها. بالنقطه وتكرارها. طيب عندك كام رو؟ 3. اللي هو عاملهم لك ده، حتى اللي هو عاملها لك انا لسه هغير في الكلام دلوقتي. المسافه بينهم كام؟ برضه 41 مثبت الايه؟ او يعني مش مثبته، قريبه من دي 41. طب المسافه دي اللي هي الايه البتوين ديت؟ ما بين صف وصف، ما بين نقطه في صف وتكرار النقطه دي على الصف اللي ورا. يعني لو النقطه دي بين النقطة دي والنقطة دي، لو نقطة المنتصف دي يبقى دي ودي، المسافة بينهم 41 وكده. طيب الليفل دي مش هناخدها لأن دي في الإيه؟ 3 دي، مالناش دعوة بيها دلوقتي. في المنسوب زد، يعني في الليفل يعني. طيب خد بالك، أنت عندك أربعة كولوم المسافات ما بينهم 41 وكذا، يبقى التوتال 123. جت منين؟ أدي مسافة ودي مسافة ودي مسافة، يبقى عندك كام مسافة؟ ثلاث مسافات. 3 في 41 هتطلع لك رقم. ماشي؟ عشان دلوقتي خد بالك احنا هنغير في الأرقام دي ونشوف ايه اللي هيحصل. طيب أنت عايز كام كولوم أصلاً؟ أنت كان في نيتك تعمل كام كولوم؟ لا أنا تهت منك. احنا لما جينا نعمل الأول كده. نعمل الأول. هدخل أنا عايز أكرر من ده 10. 10 نسخ كده وخمس نسخ كده، يبقى 10 رو وخمسه كولوم. 10 رو وخمسه ايه؟ كولوم. طيب ادخل جوه قائمه ايه؟ موديفاي واختار الري. الري هيقول لك انت عايز انهي واحده من الثلاثه؟ اقول له ريكتانجل. فين الاوبجكت؟ اهو ومفيش حاجه ثانيه. وصلت. انا عايز كام رو؟ عايز كام رو؟ انت قلت 10. قلنا 10. امتى؟ عايز كام كولوم؟ انت قلت
اي حاجة. خمس. اه. خمس. طيب. ده لسه. انت عايز المسافات كام؟ المسافة دي كويسة ولا غير لك؟ هو خد بالك عامل المسافة من نفسه كده. لا انا عايز يا عم المسافة. ايه الاسهم اللي جوه الموضوع؟ هنقول كل حاجة. ماشي. انا بس عايز نركز يعني. البيتوين ديت عايزها كام؟ 50 ماشي؟ ولا 20؟ خليها 30. 30؟ خد بالك ممكن يبقى في تداخل بس مفيش مشكلة عنده. هو هيعمل اللي انت هتقول له عليه. الكولوم كده 30. طبعا المسافة قلت شوية اه هي. وصلت وصلت. طب وهنا؟ هخليها 100. اخليها 100؟ اه. خليك دي 100؟ ماشي. وصل اهي. واخد بالك يا باشمهندس. هو اشتغل على المسافة الأخيرة. اه. اه. طبعا برضه بيبقى في ساعات تهنيك. المهم يعني أنا لو خرجت كده بص. اه. كده اللي إيه؟ المسافة. طب تعالى بقى قيس كده. خد بالك. خد بالك وأنا بقيس. أنا هقيس إيه؟ نقطة وتكرارها. ما تجيبش دي ودي لا اللي تحتها بقى اللي تحتيها دي كام؟ المية بتاعته مظبوط طيب انتر تاني مسافة بين ايه وايه؟ بين دي مثلا دي ودي ولا صح؟ ماشي لا لا دي ودي انت عايز لا انت عايز تحت ولا ايه؟ تحت المسافة البتويل انت عايز اه انا فاهم نقطة وتكرارها ايوه نقطة وتكرارها بين الكولوم والتاني احنا عملناها 30 أيوة صح؟ كنا عملناها 30 اهي دي كام؟ وصلت ماشي الكلام؟ طيب هنضغط اندور عشان نكمل بقيه الاوبشنز بتاعت او عادي ممكن نكمل عادي نعمل ريدو تاني يا اما ار اي دي او يا اما من هنا بص اول ما هحدد بص بتتحدد لك دي كلها كحاجه واحده ماشي وبيفتح لك تاني الايه؟ الحاجات دي بحيث ان انت لو عايز تغير فيها طب انا ممكن اخلي دي 50 عادي هيرضى؟ هيرضى طب ممكن اخلي دي 5 هيرضى مفيش مشكلة خالص ماشي الكلام طيب ايه بقى الاسهم ديت؟ السهم ده اهو هيزود لك المسافة البيتوين اللي ما بين رو والتاني والمسافة دي اللي هتزود لك البيتوين ما بين كولوم والتاني واللي فوق خالص هتنقطها لو انت عايز تنقطها بماوس هتروح على نقطة مثلا بأسناب معينة اهي بص 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 خد بالك بقى شايف المسافة بتتضاعف ازاي؟ ليه بقى؟ في الوقت اللي انت بتكبر فيه دي كمان بتكبر معاك ودي كمان بتكبر معاك كانك بتضرب في خمس في اربعه اللي هي عدد المسافات طب بص هنا بص 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 هيكبر لفوق هيكبر بشكل جامد يعني بص بص شايف 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 ليه كله بيكبر معاك ماشي طب صغر صغر عادي اهو طيب ايه دي بقى؟ دي تفتح لك ال 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 الاثنين مع بعض مع الاثنين مع بعض انا فاهمك انها جدول خد بالك اه كانها جدول مشيت كده هيزود لك ايه؟ هيزود افقي ويثبت راسي هيزود كله افقي مشيت كده هيزود راسي هيزود لك مع الحفاظ مع الحفاظ على المسافات البتوين المسافات البتوين من المسافات البتوين من السهمين دول بس ماشي انا فهمت بس. طلعت كده هيزود لك روز بس روز بص اهو خد بالك كل ما المسافه اللي انت بتمشيها دي تسمح بوجود رو جديد هيحطه لك يعني بص انا كده دخل لي رو شفت طول ما انا بطلع بص 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 انا كده ما حطش بص كده ما حطش اهو كل ده لسه ما حطش اول ما هيعدي المسافه البتوين اللي احنا ظابطينها اللي هي ال 44 اللي هي دي هيدخل اهو بص مسافه سامحه تدخل واحد مسافه سامحه تدخل واحد واخد بالك نفس الكلام هنا كله شوف كل ده ما دخلش كل ده ما دخلش كده دخل كله استنتجت حاجه مهمه ممكن تشتغل ماشي يدوي كده ايوه لا احنا مش هنشتغل عشوائي طبعا مفيش رسمه في الدنيا تدخلها عشوائي الا إذا كان عندك نقط معينة أنت رايح ليها، أنت رايح لنقطة أو ستاب مثلا أنت هتلقطها مثلا. لكن إحنا بس ده من باب التعليم بس، لكن طبعا في الحقيقة لا أنت القيم دي بتبقى داخلة برقم معين. والتوتال خلاص أنت فاهمها اللي هو ده في عدد المسافات اللي ما بين دول. يعني لو عندك 9 كلهم يبقى في 8 مسافات، في ال 86 هيديك الرقم ده. دي 354 ناتجة عن إيه؟ ال 44 في 8 مسافات بين الروز. ماشي يا باشمهندس. الله ينور عليك ماشي يا باشا هنحددها تاني في هتلاقي عندك حاجه اسمها بيس بوينت و
ريبليس ايتم وايديت سورس. احنا ممكن ناخد اوفست مثلا الشغل ده كله مع بعضه ايه ده يعتبر دلوقتي كجريد واحده صح؟ هو على الشكل ده هي دي دلوقتي كلها تعتبر لو هنعمل اوفست لها مثلا الري واحده او الري. كلها انا مش عايز كده، انا كنت عايزه يعمل لي مثلا الري كل عنصر لوحده. دي هل ممكن نعملها؟ ممكن. طبعا ممكن بريك اختار ايه ادي مثلا عندي ريكتانجل عايز اعمل ممكن اعمل بريك ده اصلا ممكن مش بريك بقى اكس بلود او اكس بلود اتفضل اكس بلود اختصارها ايه اكس انتر تضغط اكس انتر وتختار الاوبجكت ده واحد واحد. هيفصص لك كل ريكتانجل لوحده كل ريكتانجل لوحده. طب ممكن انا من البدايه اختارها ان بعد اذنك ما تعمليش الارتباط ده بين العناصر عايز كل عنصر لوحده طبعا هدخل جوه قائمه موديفاي واختار الري اقول له ريكتانجولر الري ماشي اهو هضغط انتر شوف هيفتح لي فوق ايه حاجه على كلمه اسوشيتيف دي طبعا انت عارف اسوشيتيف معناها ايه يعني في ارتباط يعني بين العمق لا انا هشيل الكلام ده واقول له بعد اذنك يلا اديني اي حاجه كده واضغط انتر تعالى كده حدد كده ده وصل يبقى انا ممكن من البدايه اعملها من البدايه ان دي ايه كل واحد لوحده ماشي يا باشمهندس ده كده بالنسبه للريكتانجولر اري. طيب في لسه عندي نوعين كمان عندي البولر اري والباث اري. طيب عندي دايره عامله كده وعندي دايره صغيره على الكوادرنت اللي هنا طبعا هو الكوادرنت مش حاسس بيه دلوقتي تمام الكوادرنت علامته على الانديكيتور بتاعه عامل زي المعين اخضر صغير طب اجيبه منين انا اخليه يحس بيه ازاي خش المركز الاول ممكن اروح كده واطلع كده تمام واجيب بس برضه هتقرب هيقط لك نيرست تمام لا انا هاجي على اسناب السهم ده واقول له بعد اذنك حس لي بالايه كوادرنت تمام كده علمت عليه طيب ارجع تاني قرب بقى كده قرب بص اهو مسكه عمل كاتش هرسم هنا دايره صغيره خالص عايز ادور الري ده البتاع السيركلايه الصغيره دي حوالين السيركل هقول له مفيش مشكله خالص موديفاي الري بولر الري سيلكت الاوبجكت هختار انهي اوبجكت طبعا تروح تعمل كده لا الصغير نفسه بس تك عليه طب افرض انا عملت كده ايه اللي هيحصل؟ هيغير الشكل كله هيعمل لك اري للشكل كله هتلاقي فيه نسخ كتير جدا من الاري دي متطابقه على نفسها عمال يعمل لها اري احنا عايزين بص حدد الدايره الصغيره انا هحدد الصغيره يا اما تعمل كده بس يا اما لو انت مستعجل ومش عايز تبقى ضامن الدنيا كده خلاص ده وش هياخد دي بس في اوبجكتس ثانيه لا تك انت بس هيفتح لك برضه فوق هقول لك الاول هقول لك الاول السنتر بوينت اللي انا هدور حواليه تمام فين السنتر بوينت دايره كبير اور بيس بوينت اور اكسس اوف روتيشن ده محور الدوران لا انا هقول له انا عندي ايه السنتر بتاعي فين السنتر دايره صح كده السنتر الدايره دي انا عايزه يلف كده اهو عمل لك ديفولت المسافات دي بقى بناء على ايه طبعا دي مش مسافات هي دي تعتبر انجلز تعتبر انجلز عشان كده بص عشان كده الفيل ده كانت هناك اسمها توتا زي دي كده ايوه قال لك الايتيمز انت اصلا عندك كام ايتم هو عامل لك ديفولت 20 مثلا عايزهم 20 20 هيبقوا كتير كده بس ده شوف اول ما هضغط طبعا المسافه دي بقى ده غصب عني ده غصب عني ليه يا باشمهندس انت عندك كله عدد الزوايا في حوالين النقطة بتساوي كام؟ 360 درجة فأنت لو عايز 20 في 360 فالبتوين لازم يبقى كام؟ 18 ده ماليش دخل في ده غصب عني طب افرض أنا بقى هتذاكى عليه وأقول له لأ أنا مش عايز السيركلز دي تبقى حوالين الدايرة كلها افرض أنا عايز السيركلز دي لنص الدايرة بس حلو قوي اعمل ده 180 180 الله ينور عليك حاسب على الشاشة بس وحش طبعا دي كمان هتتغير كانت 9 كانت 18 بقت كام؟ لا هو ده بدأت تتغير تلقائي مع الحاجات الثابته اللي انت بتدخلها له ماشي ظبط لك ايه بس الجهاز تقيل شويه بعد ما بيدخل الامر بيتقل بس الاوتوكاد جميل قوي رائع
رائع، برنامج لذيذ 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 ماشي. ده كده يا باشمهندس، نشوف بقى الجديد لسه. ده في حاجه جديده كمان في الافكار الجديد. انت دلوقتي عامل رو واحد، ده يعتبر بالنسبه له الهلاله دي تعتبر ايه؟ رو واحد. تمام. افرض انا قمت قايل له احنا قلنا الليفلز دي في الثري دي، لا انا قمت قايل له خلي لي كمان، اعمل لي كمان رو، خليهم اتنين رو، هيعمل لك كمان دوائر، ده دايره ثانيه، ده يعملها بقى كده مثلا. بص ايوه جنبهم اهو. بص شايف، شايف الجمال، شايف الجمال. خد بالك المسافات هنا كانت متداخله، لانه بيحافظ لك على ال180 اللي انت بتقول عليهم، هو هنا والبيتوين دي ماليش يد فيها. هنا هتلاقي التداخل فك شويه. ليه؟ وسع، لانه هو اصلا وسع المسافه، وسع الزاويه. وسع مش وسع الزاويه، هي الزاويه ثابته يا باشا، اسمها الزاويه ثابته، بس نفسه من هنا المحيط زاد، المحيط يعني. المحيط يعني الدايره دي بدل ما كانت مثلا، شوف بص المسافه دي، المسافه دي كانت وزعت كده، انا فاهم واخد بالك، فالتدخل قل. لو انت زودت كمان هتلاقي التدخل اقل، لو انت طلعت فوق اكتر هتلاقيه مسرع بالامر. بالظبط 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 ماشي. اديله يا عم كمان، وعندك هنا سهم اهو ممكن تلعب بيه، تلعب فيه يعني تزود اهو. بص اهو 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 اهو، واديله بقى عشان عيش بقى التدخل واسع واسع واسع. عيش بقى يا باشمهندس بقى، عيش عيش. وفي حاجه كمان، المسافات ما بين الروز ممكن تتحكم فيها ماشي. هي هنا مظبوطه على كام على انا ممكن ادخلها له من هنا او اقللها كده شويه. بص 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 طبعا بتقل، بتقل معاك في كله ماشي يا باشمهندس. في حاجه صعبه في الارين، في اي حاجه صعبه خد بالك. لو انا عايز اعكس الدركش، طبعا احنا بنقول هو كاونتر كله كويس، اعمل العكس الناحيه دي كده، اجيب لك كده وتعمل كده. اسوشيتيف طبعا انت فاهم معناها، لو ضغطت عليها يعملهم لك كلهم بلوكايه واحده. لو عملت كده وكلوز، بص اهي خلاص بيفتحها لك تاني، كان هم ايه حاجه على بعض ماشي يا باشمهندس. في حاجه صعبه في الريكولر او الريكتانجولر، في اي حاجه صعبه؟ طيب هناخد بقى الايه، الباث اري. بس الباث اري ديت انا حابب اديها لك بعد الاس بي لاين. الاس بي لاين ده امر كويس برضه، حلو ان انت تعرفه. يعني بيعمل خطوط كيرفات كده غير منتظمه. انت فاكر مسطره المنحنيات اللي كنا بناخدها في الاعدادي، المنحنيات الغريبه اللي هي بتعمل لك مثلا اللبسات اللي هي نفسها والليكس والحاجات دي. ايوه مش مش مثلث ودايره، اشكال كده منحنيات غريبه كده. هو ده الاس بي لاين، هنعرفه هنعرفه. شبلونه، الشبلونه الشبلونه بتاع المريح. لا لا، هي الشبلونه بتاعت الدوائر والحاجات دي. ايوه مش دوائر بقى، في واحده كانت للمنحنيات اللي شكلها غريب كده، عامله زي الوزه مثلا. بالظبط هو ده اسمها الشبلونه. لا دي مش الشبلونه، دي مش الشبلونه دي، هي هي بس. احنا هنقف خمس دقايق وهناخد الاس بي لاين والباث اري، يعني كيف قلنا في الاري الباث هناخدها مع الاس بي لاين ان شاء الله. هنقف بس 10 دقايق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.